الزوجات صلوات الله وسلامه عليه، كان له يوميا في داره إطعام عام. كم واحد أقوى الآن في المجتمع يصنع ذلك؟ إطعام عام لكل الناس في منزله. والإمام السجاد إمام له مسؤوليات كثيرة، له برامج، له مراجعات لا تحد ولا تحصى، وهذا الإطعام يكلف أي مطعم مسؤولية إضافية، لأن عليك أن تجلس مع الفقراء مع المساكين، وكثير منهم قد لا يقدرون موقع الإنسان ووقته وقيمة هذا الوقت، ولا يتعاملون بالشكل اللائق، لكن كان يضيف يوميا. الآن أكو بعض العشائر ولله الحمد ولعله أكثرها عندها مضيف عام، أكو بعض العلماء أعرفهم يوميا على مدار السنة الغداء غدا عام، أحيانا يحضر 50 شخص أحيانا 5 أشخاص طوال السنة. بعض العلماء من أعرفهم هكذا برنامجه. لو هذه الثقافة صارت ثقافة عامة لكل ذي مكنة، وليس فلان شيخ عشيرة فقط باقتضاء موقعه، أو فلان عالم رغبة في الثواب وأن الضيف ينزل برزقه ويخرج بذنوب أهل البيت، لا، إذا صارت ثقافة عامة، ألم تكن أوضاع البلاد والعباد تتغير إلى أبعد الحدود؟